هل سينتهي العالم؟ نعم، كل شيء يغلق، الأسواق، المنتزهات، المطارات، حتى الشوارع التي لم تهدأ يوما أطبق الصمت على أرصفتها. كل شيء ينهار، الاقتصادات، أسعار النفط، الأنظمة الصحية، حتى نحن ننهار تحت وطأة الخوف والقلق. نتابع أخبار الوباء والموت، ويخشى أحدنا أن يكون هو التالي. غدا ستشرق الشمس ويرحل المرض، غدا سنغني، غدا سنرقص، سنسافر وسنعمل ونتعلم، غدا سيبدأ عالم جديد. لا تخف، سننتصر مثل كل مرة.